أسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شفتها لكم أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنطرة. مرحبا كل من التحق بنا وصباح الخير وجمعة مباركة، الله يدخلكم الصحة والسلامة كل ما كنتمنوا يا رب يحفظكم. صباح الخير نور الدين، مرحبا بك معنا. كذلك سيد محمد صباح الخير، مرحبا بك معنا كذلك، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا في هذا الصباح. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم وجمعة مباركة، الله يحفظكم الصحة والسلامة كل ما كتمنوا يا ربي يحقق لكم. كيف ما كتتابعوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناة شوف تي في، الاجواء في مدينة قنيطرة الجو بارد كيف ما كتلاحظوا معنا، احنا الان في وسط مدينة قنيطرة. دائما معكم على المباشر كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين القناة. مرحبا سي وقية او روف، عفوا صباح النور، صباح مرحبا بك معنا. كذلك اسماء صباح الخير، جمعة مباركة، الله يحفظك الصحة والسلامة وكل ما كتمنى يا ربي يحقق لك. كيف ما كيف كتلاحظوا معنا او كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناة شوف تي في، اجواء صباحية في مدينة قنيطرة. نحن الان في وسط مدينة قنيطرة متابعين، صباح النور السجاد، مرحبا بك معنا كذلك، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم مره اخرى وجمعه مباركه، الله يحفظكم الصحه والسلامه كل ما كتمنوا يا ربي يحقق لكم. هذا يوم الجمعه ان شاء الله، ونحن في الاواخر ديال السنه الميلاديه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تكون السنه المقبله ان شاء الله تعود لنا بالخير وكل ونفع ان شاء الله، وكل ما كنتمنوا يا ربي يحقق لنا. وان شاء الله 2023 وهذه مناسبه نقول ان شاء الله يا ربي 2023 تكون احسن سنه من السنوات الماضيه يا ربي. اذا كيف ما كتبوا معنا شوارع مدينه قنيطرة في الصباح باكر، شكرا على الورده بارك الله فيك، كنشكرك جزيل الشكر سي خايب، شكرا بارك الله فيك سي خايب كنشكرك. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي ذاكي، بارك الله فيك، الله ينورك. اكيد طبعا صراحه كيف ما قالوها، وصراحه انا الان رجعت لك يقول لك الفياق من بكري من ذهب المشري صراحه، و ملي كتكون فاقتي بكري كتكون صراحه رشيق، ماشي بحال شي واحد فاق فاق معطل ومازال في الكاشه كما كنقولوا معطل وما كيقدرش انه يفيق. لكن ملي كنفيقوا بكري ف كيف ما كتعرفوا الحمد لله كتصبح عالم اخر كما كنقول انا، كنقول انا عالم اخر، كتولي ناشط الحمد لله. كيبان لك كيبان لك شحال حاجه تقدر ديرها. لالا احلى صباح النور، مرحبا بك لالا معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم، كنتمنى نشوف تعليقاتكم كي الاجواء عندكم، هي المدينه كتكلموا معنا منها. بارك الله فيك لالا ام الياس، ومرحبا بك معنا وجمعه مباركه، الله يدخلك بالصحه والسلامه وصباح الخير على السي الياس. صباح الخير لالا منى، كذلك ام ايمن او ام كريك ام مرحبا بنادي ستات، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر.
حسين صباح النور من سقاط، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. محمد كذلك مرحبا بك معنا، مرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي تحكمين في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم مرة أخرى وجمعة مباركة، الله يحفظكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا يا ربي يحقق لكم. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك نسي أكادير صباح الخير عليكم، كيف ما كتشارك معنا. جو برد لالا مينا كتقول لينا راه جو برد في أكادير. خديجة صباح النور مرحبا بك معنا. كذلك الناس مكنا صباح النور ومرحبا بكم معنا وألف مرحبا. السي عبد العالي مرحبا بك معنا، او عبد المنبي عفوا، عبد المنبي اسمح لي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي تحكوا بنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم مره اخرى، جمعه مباركه، الله يحفظكم الصحه والسلامه وكل ما كتمناو يا ربي يحفظكم. اذا دائما معكم على المباشر في هذه الجوله الصباحيه من مدينه قنيطره، كما كتلاحظوا معنا اجواء جميله في هذا الصباح. دائما على واحد من الشهرين الزودنا سياق الكريم الدهن المشري. مرحبا بك لالا ام البنات، الله يخليهم لك لالا. كذلك عماد صباح النور جمعه مباركه، شكرا لك سي عماد بارك الله فيك. إلهام صباح النور مرحبا بك معنا في البث المباشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لارجي واقيلا لارجي لا لارجي، فصباح الخير عليك. إذن دائما معكم متابعين الأفاضل في هذه الجولة الصباحية في مدينة قنيطرة. يا فاطمة واش كاين شي؟ لا الحمد لله ما كاينش، ولكن كاين البرد. الله يعطينا على قد النفع يا ربي وتكون منفعة بإذن الله تعالى. ولكن الجو بارد وكاين هذيك الندى، هذيك حتى الأرض فاسدة، ولكن بهذيك الندى ماشي بهذا. سي يوسف صباح النور مرحبا بك معنا. شكرا بارك الله فيك لاله فاطمه وتحمل التوفيق معك، نقول لك سنه سعيده والله يحفظكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا يا ربي يحفظ لكم. دائما معكم متابعين الافاضل متابعين قناه شو تيفي في هذه الجوله الصباحيه من مدينه قنيطره. ما كتلاحظوا معنا الإجابة 8 مازال 13. أم خديجة صباح الخير لالا مرحبا بك معنا. كذلك مرحبا السيد البصيري مرحبا بك معنا. كذلك القناة تدعينا مابقاش بعض التعليقات، فيمكن انهم يكتبوا لنا ويجيو لنا التعليقات ديالهم. محمد صباح الخير مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كذلك
فمتابعي الافضل كيفما سمعتم معنا في الجوله الصباحيه شوارع مدينه الحمده، مخليني نقول لكم صباحكم وجمعة مباركة وعليكم الصحة والسلامة وكل ما كنتمناو يا ربي يحفظكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في لايف آخر ما تنساوش. أنا كنت بارتاجيو، شكرا. إذا وعليكم السلام بالناس ديال السي رشيد من الناس ديال طنجة، نقول لكم صباحكم مبروك وجمعة مباركة كذلك مدينة الشتاون مدينة جميلة، فشكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله، ما تنساوش أنكم تبارتاجيو، إلى اللقاء.